مبعث يوم استثناء في تاريخ الدنيا. أقرأ لكم هذه الروايات. الحسين بن راشد قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله الإمام الصادق، الحسين بن راشد قلت لأبي عبد الله غير هذه الأعياد الشيء، يعني غير أعيادنا المعروفة، عيد الفطر، عيد الأضحى، في عيد غير الأعياد؟ قال نعم. الإمام الصادق قال نعم، أشرفها وأكملها اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق يقول أشرف يوم في تاريخ الدنيا يوم المبعث النبوي، وأعظم وأشرف وأكمل يوم في تاريخ الدنيا كلها منذ وطأت الأرض قدم آدم على هذه الأرض وإلى نهاية الدنيا. أشرف يوم هو يوم البعثة النبوية. ألا يستحق هذا اليوم؟ وظاهر استثنائية، وأنا ما أخاطبكم أنتم بهذه القرية ولا بقرى البحرين، بل في كل واقع شيئين. بعد ما أعطينا المبعث النبوي حجما وقيمة وقدرة في الظواهر الاحتفالية، في الوهج الاحتفالي، في الكثافة الجماهيرية، ما أعطينا هذه المناسبة حقها. وشو السبب يعني؟ هل لأن الناس ما مستوعبين قيمة هذا الحدث وقيمة هذه الذكرى؟ هل الجماهير ما مستوعبة القيمة؟ هل أن خطاب العلماء، خطاب المنابر ما قدر يعطي لهذه المناسبة حجمها الحقيقية؟ من هو المسؤول عن هذا النضوب، هذا الانخفاض؟ ما في شك في كل وجدان شيعي هو حب وعشق لهذه المناسبة بلا إشكال، لكن العشق والحب الوجداني شيء، والتعاطي مع المناسبة بحجمها شيء آخر. يعني مسؤول الجمهور، مسؤول العلماء، مسؤول المنابر، من المسؤول عن هذا الهبوط في مستوى الاحتفاء بذكرى المبعث النبوي؟ بعد هذه المقدمة أدخل في العنوان الذي وضعته لهذا اللقاء، قراءة في روايات البعثة النبوية. مما يكشف له أن البعثة النبوية تعرضت إلى تشويه خطير. من نقرأ روايات التاريخ، الأقلام العابثة، الأقلام التي زورت حقائق التاريخ، لعبت كثير بقضية البعثة النبوية وبسيرة رسول الله بشكل عام في أقلام. لكن بحاجة إلى أن نقرأ التاريخ قراءة واعية، قراءة بصيرة. تاريخ كرام ازدحمت فيه كثير من التلوثات، كثير من التشويهات. روايات تاريخية، أقلام أعطت صورة مشوهة لرسول الله. ترى مو معبث نشوف فرنسي ونشوف ألماني يصدر يسوي رسوم تسيء لسمعة رسول الله، يصدرون أفلام يشيرون لشخصية رسول الله، يصدرون كتب تسيء إلى سمعة رسول الله. إحنا أعطيناهم المادة. كتاب في التاريخ وأقلام في التاريخ أعطتهم المادة الدسمة حتى يشوهوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا من أقرأ التاريخ وكتب التاريخ والكتب المعتمدة في التاريخ، أقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صورة رسول الله حديث. صاحب هذه الرسالة الكبرى لا يريد غير العالم، حياته مع مغنيات ومع ضاربات دبوب. اقرأوا كتب التاريخ ماذا ترسم لنا، هذه الأقلام ترسم لنا صورة رسول الله، حتى أنه يدخل صحابي كبير على رسول الله ولديه بعض المغنيات والضاربات والدبوب فينزعج هذا الصحابي. الصحابي ينزعج ورسول الله ما ينزعج، رسول الله يستمع إلى المغنيات وإلى الضاربات والدبوب ينزعج فيحاول أن ينهرهم. رسول الله يقول على رسلك ترى هذا أيام عيد خلى تتونس. في هذه سورة رسول الله هكذا نرسم رسول الله للأجيال. رسول الله قمة القيم والخلق والنظافة اللي جاي يغير عادات الجاهلية. وإذا أردنا أن ندخل في هذا السياق سنجد مساحة من التشويه لسورة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى بلغ التزوير أقصى في بعض قضايا التاريخ، وما أريد أدخل بها الآن، بس ما أريد أقول أن هناك أقلام رسمت صورة مشوهة لرسول الله. لا بد من إعادة قراءة التاريخ. كما شوهت رسول الله شوهت صورة أهل البيت، أئمتنا أيضاً تعرضوا لمسخ تاريخي، الإمام علي تعرض إلى تشويه تاريخي، الإمام الحسن تعرض إلى تشويه تاريخي، وأصبح الإمام الحسن مزواج مطلق. هي أقلام ترسم صورة مشوهة ومزورة، ما عنده هم الإمام الحسن إلا الزواج والطلاق، حتى تزوج كما في بعض الروايات أكثر من 300 امرأة. وهذا الإمام الحسن صورة نرسمها بهذه الطريقة بزواج ومطلاق، أن الصور كثيرة. إذن في أقلام عبثت بالتاريخ ورسمت لنا صور مشوهة عن الإسلام، عن الرسول، عن الأئمة، عن الشخصيات بالتاريخ. خلنا نجي إلى المبعث النبوي. نبدأ ببداية البعثة النبوية حتى نشوف كيف الصور بدأت ترسم بطريقة خاطئة. رسول الله طبعا كان يتعبد في غار حراء في موسم في السنة، يعتزل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يعتزل ويتعبد في غار حراء، هذا من المسلمات التاريخية، في جبل في غار حراء معروف وكل الحجاج والمعتمرين يعرفون هذا المكان. كان الرسول ينعزل يتعبد، شل جدل بين في كتب التاريخ يتعبد على دين من؟ الرسول من يتعبد في غار حراء؟ قيل على دين نوح، قيل على دين ابراهيم، قيل على دين موسى، قيل على دين عيسى، قيل ما يتعبد على دين احد من الانبياء، انما كان يملك ايحاءات فطريه تقود الى التعبد، تعبد الله بدون ان يلجا الى نبي او نبي. هذا مهم، كان يتعبد في غار حراء. هنا تبدأ الصورة التي تحاول أن ترسم طريقة نزول الوحي على رسول الله في يوم المبعث النبوي في غار حراء. جاء الملك إلى النبي، الرواية هكذا تقول جاء الملك، وطبيعي الملك اللي بيجي يحمل الرسالة هو جبرائيل. جاء ملك إلى رسول الله وهو متعبد في غار حراء. إن الملك جاء النبي صلى الله عليه وآله وهو في غار حراء فقال له اقرأ.
أنا أنقل الصورة لأن أعتبرها صورة مزورة. الملك قال رسول قال لرسول الله اقرأ. فقال رسول الله ما أنا بقارئ، أنا أمي، أنا ما أقرأ. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال الرسول يقول فأخذني الملك فغطني، يعني عصرني عصرة خلقني بها. شوفوا الصورة المرسومة لبداية نزول الوحي، يقول فغطني يعني خدني وعصرني حتى احتبست أنفاسي وكنت أن أموت. رسول يقول يا ابن جبريل انفعل، قال يا رجل أنا ما أقرأ، انفعل واستخدم هذا الأسلوب القاسي مع رسول الله. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني تركني. تابع الصورة. فقال لي مرة ثانية اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ، أنا أمي. فأخذني بغطني الثانية حتى بلغ بي الجهد، كنت أختنق، كنت أموت من عصرة جبرائيل إلي. ثم أرسلني ثم قال لي اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني بغطني الثالثة ثم أرسلني ثم قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الصورة التي ترسمها الأقلام بنناقش فيها هذه الرواية وبعدين نطرح الرواية اللي يطرحها أهل البيت. شو الفارق بين الصورة في طريقة نزول الوحي على رسول الله في بداية البعثة النبوية. نناقش هذه الصورة اللي طرحتها الرواية. أولا، ما هو المبرر لهذا الأسلوب القاسي الذي مارسه جبرائيل مع النبي صلى الله عليه وآله؟ شنو المبرر؟ ليش يخنقه ويضعف يضغطه ويخليه يرهق بهالطريقة؟ يعني يبدو جبرائيل قاسي جدا. وفق هذه الرواية جبرائيل قاسي مع رسول الله، استخدم أسلوبا قاسيا. شنو الهدف من استخدام هذا الأسلوب القاسي المتشدد؟ ومو مرة واحدة، مرة والثانية والثالثة. ثانيا، الرسول قال لي أنا ما أنا بقارئ، ليش ما صدق من المرة الأولى؟ ولك الرجل أنا ما أقرأ، أنا أمي. لماذا لم يصدقه جبرائيل من المرة الأولى واستخدم يا الأسلوب القاسي؟ مش الرسول قال لي أنا ما أقرأ واستخدم يا الأسلوب القاسي، ليش ما صدق جبرائيل وما احتاج إلى أن يستخدم يا هذا الأسلوب القاسي للمرة الثانية والمرة الثالثة؟ هذا ثانيا. ثالثا، هل أن جبريل جاب ورقة مكتوبة قال لي اقرأ، اقرأ هاي الورقة حتى رسول يقول لك أنا ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ. رسول ما جاء يحمل ورقة ولا يحمل كتاب يقول له رسول الله اقرأ. اقرأ يعني اتلو كما سنبين. يعني رسول جبريل جاي بآية ويطلق من رسول يلقيها على رسول الله، ما جاي بكتاب يقرأه الرسول. وجبريل لم يأتي يأتي النبي بكتاب يقرأه حتى يقول النبي أنا بقارئ. مو بشكل الرسول ما جاي جبريل ورقة حتى يقول أنا ما أنا بقارئ، وإنما أراد بالقراءة التلاوة. فلماذا يأمره جبرائيل بالتلاوة قبل أن يتلو عليه الشيء؟ خلنا نشوف الصورة اللي رسمها أهل البيت. هذه الصورة اللي رسمتها بعض الأقلام
لطريقة بداية البعثة، بداية نزول الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الصورة في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري يقول، هذا التفسير ينسبونه إلى الإمام العسكري، يقول الإمام: كان رسول الله، شوف الصورة المشرقة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو كل يوم إلى حراء، غار حراء، يتعبد وينظر آثار رحمة الله متعمقا في ملكوت السماوات والأرض، ويعبد الله حق عبادته حتى استكمل سن الأربعين. صار عمر رسول الله 40 سنة، كان فترة طويلة يتعبد حتى استكمل سن الأربعين، ووجد الله، لاحظوا هذه العبارة، ووجد الله قلبه أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأقشعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت. فتحت لأعظم حدث في الدنيا، بيحدث في اللحظات حدث هو أعظم حدث في الدنيا. فأذن الله لأبواب السماء ففتحت، وأذن للملائكة فنزلوا، ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إلى ذلك، فنزلت عليه الرحمة من لدن شياط العرش، ونظر إلى الروح الأمين جبرائيل مطوقا بالنور. جبرائيل في تلك اللحظات مطوقا بالنور، هبط إليه وأخذ بضبعه وهزه فقال: يا محمد اقرأ. شوفوا جواب الرسول، مو ما أنا بقارئ. فقال جبرائيل: يا محمد اقرأ. فقال: وما أقرأ؟ والفرق بين الروايتين، وما أقرأ؟ فقال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ما في عصرني وشدني وخلقني وآذاني، ولا ما أنا بقارئ. ما قال لي جاي ليش يقرأ؟ اقرأ. قال: ما أقرأ؟ وش أقرأ؟ قال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت في بداية البعثة، بقية سورة العلق نزلت بعد ذلك. هذه الآيات الأولى من سورة العلق كانت بداية البعثة. ثم أوحى إليه ما أوحى، وصعد جبرائيل إلى ربه، ونزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الجبل، وقد غشيه من عظمة الله وجلاله وهدى، فأراد الله أن يشجع قلبه ويشرع صدره، فجعل كل ما يمر بحجر وشجر ناداه: السلام عليك يا رسول الله. قام بين الصورتين التي رسمتها الصورة، الصورة التي رسمتها الروايات الأخرى، والصورة التي رسمتها مدرسة أهل البيت. هذا ما يتصل مع بداية البعثة. خلينا نتابع الأحداث. ونزل جبرائيل وبلغ الرسول بالرسالة. نجي للروايات المسيئة المشوهة، كيف تواصل رسم الصورة؟
روايات تشير في بعض الروايات أنه لما أتاه الوحي، الرسول اضطرب كثيرا وفقد كثير من شعوره، وقال إن الأبعد يعني نفسه لشاعر مجنون، أنا شاعر أنا مجنون، ظل يهلوس الرسول، ظل يهلوس. ثم قرر أن يصعد إلى جبل وينتحر. شوف الصورة الممسوقة السيئة، وهذا مو كلام، كلام مذكور بالمصادر. لأعمدن إلى حالة من الجبل فلأطرحن نفسي منه. فخرجت، فخرجت أريد ذلك، حتى إذا كنت وسط الجبل سمعت صوتا والسماء يقول، صوتا من السماء يقول: محمد أنت رسول الله. هذه الرواية ضمن الروايات المشيئة مزورة لمقطع من البعثة النبوية. خلنا نناقش هذه الروايات. الله تعالى أعد نبيه إعدادا كاملا بحيث يكون بمستوى هذا الحدث. الرسول مو متفاجئ ترى، إذا 100,000 و24,000 كلهم بشروا بنبوة محمد، والتوراة والإنجيل بشرت بنبوة محمد، والله أعد نبيه إعدادا كاملا لاستقبال الرسالة. ما يضطرب، ما يتفاجأ بأن الرسالة خلقت عند أرواك. جاء في إحدى خطب أمير المؤمنين وهو يتحدث عن بعثة النبي، في الصورة التي ترسمها مدرسة أهل البيت، صورة لترسمها الروايات الأخرى، رسول اضطرب، مصيبة بانهيار أو شكان ينتحر، بينما علي عليه السلام يتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله ويقول: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن كان فطيما. منذ كان رسول الله فطيم صغير في الفطام، قرن به أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ترى الرسول من يوم ولادته أكو ملك يرعاه، يشدد يهيئ ليوم البعثة. ما بتفاجئ الرسول بطريق يؤدي إلى الديار عصبي عند رسول الله، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليلا ونهارا. وفي حديث آخر: ووكل سبحانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ملكا عظيما منذ أن وصل من الرضاع يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصده عن الشر والأخلاق، وهو الذي كان ينادي السلام عليك يا محمد وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة. كان الرسول في بعض الحالات يسمع نداء، وبعده صغير وبعده مبلغ، بس يسمع أصوات، يسمع نداء يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. في صورة الشجر يتحدث، الحجر يتحدث، وهو ملك يبشره، فيظن أن ذلك من الحجر والأذر والأرض، فيتأمل فلا يرى شيئا. وهكذا كانت كرامة، وهكذا كانت تثبيت. هذه صورة ثانية بين صورة ترسمها روايات التشويق وصورة ترسمها روايات مدرسة أهل البيت. ناخذ مقطع ثالث. النبي حسب الروايات المسيئة المشوهة، النبي بالنزل عليه الوحي اضطرب وإجا إلى خديجة وهو مضطرب كل الاضطراب، مو شاك، ما يدري هذا ملك هذا مو ملك.
خديجة هي اللي طمأنتها وأخذتها إلى ورقة بن نوفل لابن عمها كان مسيحيا ومات مسيحيا. ودتها إلى ورقة حتى ورقة بن نوفل طمأنها يقول لها أنت نبي. ورقة بن نوفل المسيحي هو اللي خلى رسول الله يطمئن. هذه الصورة. وحينما نزل عليه الوحي لأن خديجة هي التي طمنته وثبتته وكذلك ابن عمها ورقة بن نوفل الذي تنصر هو الذي طمنه وثبته. جاء في بعض الروايات أن خديجة شوفوا كيف الصورة المزورة المشوهة. خديجة من جاء النبي وقال لها أنا ما أدري هذا ملك هذا شيطان أنا مو طبيعي. قالت له خديجة إذا جاءك هذا الشيء هذا الملك هذا اخبرني. الآن أنقلكم الصورة كما ترسمها الأفلام. قالت اخبرني من يجيك هذا الملك اخبرني. أن يخبرها حين يأتيه الملك تبعه. فأمرته أن يجلس على فخذها الأيمن. قال لي تعال اجلس على فخذ الأيمن. ففعل فلم يذهب الملك. فأجلسته على فخذها الأيسر فلم يذهب الملك. فأجلسته في حجرها فلم يذهب الملك. فتحسرت فشارت قمارها ورسول الله بحجرها فذهب الملك. لما أسفرت الملك راح. فقالت يا محمد ما هذا بالشيطان؟ إن هذا الملك يا ابن عم فاثبت وابشر. اذا لاحظوا الصوره اللي فيها كثير من التشويش. ثم الروايات ويبدو في لعبه من اهل الكتاب ارادوا يعطون ورقه بن نوفل موقع في الاسلام ودور كبير خلوه هو الذي ثبت النبي اعطاه ورقه دورا كبيرا في تثبيت نبوه نبينا الاعظم صلى الله عليه واله حتى رووا ان النبي راه في الجنه راى ورقه بن نوفل في الجنه مع انه ما اسلم الروايه تؤكد انه مات على نصرانيته مع انه عاش بعد البعثه عده سنوات في السنة الرابعة، مات في السنة الرابعة، وبل روي أنه توفي بعد الفجر. وخلنا نشوف نناقش هذه الرواية إلا رواه عن خديجة. خديجة طبعاً طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة آمنت كما في الروايات الرسول بعث متى؟ الرسول بعث يوم الاثنين في السابع والعشرين من رجب. خديجة كان لها دور كبير بلا اشكال. النبي بعث في يوم الاثنين في السابع والعشرين من رجب. التحق به في يوم الثلاثاء علي وخديجة. البعثة في يوم الاثنين. في يوم الثلاثاء انضم الى رسول الله شخصان. هما علي بن ابي طالب وخديجه في يوم الثلاثاء وكان يصليان معه في بناء الكعبه. واستمر رسول الله مرحله الدعوه السريه مرحله الدعوه العالميه يعني كانت اكثر من مرحله. مرحله السريه ثلاث سنوات. الرسول كان يدعو سرا وامن به مجموعه.
إلى أن نزل وأنذر عشيرتك الأقربين بعد 3 سنوات أعلن دعوة لعشيرته، ثم نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا الإعلان العام. إذا خديجة بلا إشكال لها موقف دور كبير جدا، لكن هذه الرواية ما هي مو صحيحة. أما ما روي عن خديجة فإحنا نسأل، هو يا ابن الملك شاف خديجة سفرت راح، كان الملائكة محرم عليهم أن ينظرون إلى البابا السابرة، كان الملك والملائكة مكلفين يعني أن ما ينظرون إلى البابا السابرة، ولذلك من سفرت رفعت حجابها الملك جبريل راح الأول. ثم هل في ذلك الوقت مشرع الحجاب؟ وجد الحجاب ما شرع إلا في المدينة ذاك الوقت، بعد أشهر تشريع حجاب الرواية مجورة. إذا ضروري أن تنقى الشيرة، الشيرة دخلها الكثير من التزوير والكثير من التشويه، ولذلك مطلوب من خطابنا الديني أن يرسم الصورة النقية لتاريخنا خاصة تاريخ، ولذلك الحذر الحديث الحذر يعني هو كل ما نشوف في كتاب ننقله، ذلك هي مشكلة الآن بعض منابرنا أن كل ما يجدون في الكتب يلقونه، وهو كل ما موجود في الكتب صحيح، وربما بعض ما في الكتب يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى أهل البيت، فمطلوب التأني والتدبر فيما نطرح في منابرنا في محاضراتنا، وهذه المناسبة مناسبة المبعث مطلوب، وهذا الخطاب للعلماء ولأصحاب المنابر ولكل الكفاءات والقدرات أن نبرز المبعث بصورة مشرقة ونعطي المبعث حضورا أكبر ونخلق وعي عند جماهيرنا وعند المؤمنين بهذا الخط المبارك، بحيث نعطي لاحتفالنا بالمبعث النبوي وهج أكبر وشكل أكبر وحضور أكبر. هذا ما يفرضه خطابنا الديني وتوعيتنا للناس حتى نكون بمستوى معايشتنا لأضخم حدث في الدنيا وهو مبعث النبي. نسأل الله أن يجعلنا في خطه هذا الخط المبارك، نستقي من يوم المبعث الكثير من العطاء، الكثير من الخير، الكثير من التوجيه، الكثير من البركة، وأن لا ينتهي احتفاظنا بهذه المناسبة دون أن نتزود وعيا إيمانيا وثقافة إيمانية وروحانية وقيم ومثل وأخلاق. هذه مدرسة رسول الله، وهذه مدرسة المبعث وانطلاقة الإسلام، انطلاقة الوعي الإيماني، انطلاقة الأخلاق الإيمانية، انطلاقة المثل والقيم. فماذا توافرنا عليه من احتفالنا بالمبعث النبوي؟ فمطلوب من كل فرد منا أن يعيد عملية تعاطيه مع يوم المبعث، ويحاول أن يعيد انبعاثه من جديد. المبعث انبعاث، فكل فرد منا مطلوب أن يعيد انبعاثه من جديد حتى يعيد بناء شخصيته الإيمانية في خط المبعث. هل نحن في خط المبعث؟ هل انبعث وعينا؟ هل انبعثت روحانيتنا؟ هل انبعثت تقوانا وورعنا؟ هل انبعث كل وجودنا النظيف حتى نكون في خط المبعث؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.